مساء الخير. منخفض جوي عم بيسيطر على أجواءنا، عم يحمل معه رياح الأمطار والثلوج اللي بتستمر للأيام القادمة. إذن جو ماطر لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال، وعكار عم بتسجل 13 درجة، طرابلس 14، العاصمة بيروت أيضا 14 درجة، وصور 15. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 7 درجات، القلوق درجتين، زحل 8، وجزين 7 درجات. نسبة الرطوبة ساحلة بتوصل ل 80%. الرياح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 30 وبتوصل لل 50 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمرتفع الموج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للجمعة جونا غائم وماطر مع رياح ناشطة، بيرتفع موج البحر والثلوج بتلامس ل 1600 متر، والحرارة بتسجل ساحلا 14 درجة. للسبت والأحد جونا غائم وماطر مع تساقط للثلوج على المرتفعات، ودرجات الحرارة أيضا تستقر على ال 14 درجة. للتنين جونا بيبدأ بالاستقرار، كما بنشهد انفراجات واسعة خلال النهار، أما درجات الحرارة فبتبقى منخفضة وبتسجل أيضا 14 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، بدي أتمنى لكم ليلة دافية، تصبحوا على خير.